الست كوريا وميسن شراح وعزيزة كلها أسامي شخصيات قدمتها حنان الطويل، واللي بالرغم من أنها أدوار قليلة إلا أن ناس كتير بيحبوها وبيحبوا يشوفوا الأدوار بتاعتها. حنان الطويل عرفت تخلي الناس تضحك لما يشوفوها، بس معرفتش تعيش وسطهم وهي حنان، ومحدش هيصدق ان اللي بتعرف تقدم الادوار الكوميدية دي عاشت حياة مأساوية جدا من ساعة ولادتها لحد وفاتها اللي هي لغز برضو. بس ليه حياتها كانت صعبة وليه وفاتها محيرة ناس كتير، هنعرف اكتر مع بعض كل التفاصيل. في سنة 1999 ظهرت بنت في فيلم عبود على الحدود، طلعت مشهد في محل الكوافير وشعرها بيتحرق، بس بالمشهد ده الناس بقت عاوزة تعرف هي مين. حنان الطويل اللي معروفة بأسامي شخصياتها زي ميسن شراح والست كوريا وعزيزة وغيرهم، فقليل قوي اللي يعرف ان اسمها حنان، ومش كتير يعرفوا ان حنان كانت طارق. والحكاية بدأت من ساعة ولادته سنة 1966، وكان طفل مختلف عن باقي اللي في سنه، وكل ما يكبر كل ما يحس انه مش زي باقي الولاد، لكن مرحلة الشباب وتصرفاته وردود أفعاله كلها زي البنات، ومن هنا بدأت المشاكل بينه وبين عيلته، ولأول ما عرض عليهم فكرة أنه يكشف حصلت صدمات والتفاصيل الكتيرة اللي ما بينهم، واللي ساعتها قرر طارق أنه يمشي في الطريق ده لوحده. وفعلا بعد الكشف كان لازم يعمل عملية تحول جنسي، وسافر برا مصر وعملها وغير اسمه بقى حنان. فأول مرة أهله شافوه بعد العملية رفضوا وجوده أو وجودها، ومش بس أهلها، ده كمان الجيران اللي بقوا يعيروها في الرايحة وفي الجاية، شوية بالنظرات وشوية تنين بالكلام، لحد ما حصلت خناقة كبيرة ما بينهم، وبسببها قررت حنان تسيب المكان وتروح تعيش في مكان تاني مع ناس محدش يعرف عنها حاجة. اشتركت حنان في فرقة فنون استعراضية، واللي بانت موهبتها معاهم في الرقص والغنى والتمثيل، وقدمت على انها تكون عضو في نقابة الموسيقيين، ونجحت في الاختبارات وبقت عضوة فيها، بس دايما كانت حاسة انها عاوزة تدخل التمثيل. وكان اول مشهد ليها في فيلم عبود على الحدود، لكن البداية الحقيقية كانت سنة 2000 اما ظهرت في فيلم الناظر بدور ميسن شراح، واللي أخد دلوقتي مشاهدها بتتعمل ميمز على السوشيال ميديا، وبدأت تحس حنان إن الدنيا هتضحك لها. وبعد فيلم الناظر قدمت عزيزة في فيلم 55 إسعاف، ومش بس السينما، علاء ولي الدين كان شايف فيها مشروع فنانة كوميدية كبير وخلاها تطلع معاه في مسرحية حكيم عيون. نجاح حنان خلى المخرجين يطلبوها، وظهرت في أكتر دور الناس بتحبه ليها، وهو دور الست كوريا مع الفنان محمد هنيدي في فيلم عسكر في المعسكر. وحاولت حنان إنها تسيب أثر حلو في كل دور هي بتقدمه، بس فجأة بدأت تتعرض تاني للسخرية شوية من صوتها، ورجعت قصة تحولها تاني والناس تاخد جنب منها. ومش بس جيرانها بدأوا يقدموا بلاغات ضدها انها عندها اضطرابات نفسية، وبسبب ده دخلت مستشفى العباسية، واللي ما خرجتش منها غير وهي متوفية. وبصراحة وفاتها لغز كبير لحد دلوقتي، لان في 3 حكايات عن وفاتها. الاولى انها كانت وهي بتاخد جلسة كهربا وما استحملتش، والحكاية التانية انها ما قدرتش تقاوم سخرية الناس منها ومعاملتهم ليها، وقررت انها تنهي حياتها بنفسها. والحكاية التالتة واللي ناس كتير بيرجحوها انها ماتت بسبب ازمة قلبية من الحزن او فجأة، الاكيد انها حست بيأس وحزن من كل اللي حواليها. والاصعب من كده ان في اقاويل بتقول ان اهلها رفضوا انهم يستلموها علشان تدفن، واللي دفنها ناس غريبة عنها، وزي ما عاشت وحيدة ماتت برضو وحيدة.